ليش ما خبرتيني انه احمد رجع؟ ما كنت بعرف، وعرفت بالصدفة. وانت امتى كنتي مفكرة الليلي؟ ما كنت رح اقول لك. ليش؟ لاني بعرف شو رح يصير اذا بقول لك. شفت ما كنت غلطانة، ليك شو صار فيك. كيف بدك يعني بالله؟ وانا بعرف انه هالكلب بيحبك وبيعشقك وانت كمان. قولها، ليش ما تقولها؟ احكي غسان. انا واحمد زملاء بالشغل بس. ريح لي حالك. شكرا، ريحتيني. شايفه قديش ارتحت هلا؟ شو عم بتقولي انت؟ ليش بصير يكون في شيء؟ شو برايك يصير وانت على زمتي وعندك بنت مثل القمر؟ يعني حضرتك صرتي ام هلا، واكيد ما رح تتركي بنتك وتتركيني وتروحي ورا هالكل. سكوت، ما عاد في شغل إلك بهالمكان. مو على كيفك، عم تفهم؟ ما رح تشتغلي نيفين. أحمد مانو بالاتحاد ولا موظف بمكتبنا. ليش ما عم تفهم إني شفته بالصدفة بالإضراب؟ ما حكينا ولا كلمة برات الشغل. والله أعلم إمتى بشوفه مرة تانية. يعني بدك تعنديني وتشتغلي؟ أحمد مانو علاقة إذا بدي أشتغل ولا أترك. يخرب بيت الحالة، لك من وين طلع لي هالكلب؟ من وين؟ لك حاجتك جنان ولا تعال؟ من وين؟ من وين؟ من وين؟ صوتك زهرة نايمة هلا بتفيا. يلا كل أكلك أحسن ما تلعب. شو عم تقولي تيتا؟ عم قول كل أكلك أحسن. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا أمي. أمي، شو في هلا؟ لازمني شوية مصاري. ليش؟ يسلموا امي. روجين رح تجي لعنا منشان تفرج على التلفزيون. بدي روح جيب كازوز وشويه بسكوت كمان. بسكويت. بسكوت. خذ لك. وين ايلين امي؟ قاعده بغرفتي مو رايقه بنوم. ومجد؟ جوا بغرفته. ايلين؟ مجد؟ ايه ماما. ايه امي. تعالوا لعندي. اهلين. تعالوا شوف كيفك حبيبتي. منيحة ماما. حابة احكي معكم بموضوع. شو القصة؟ يا الله. نيفي، فوتي بنتي. تعي روح ستك، تعي لعندي يا عمري انتي. دخيل الاصفر قلش ولا بقلوب. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ما احلاها ما احلاها. هاتوا هالبنوتة الحلوة. أهلين يا دي. روحي تعي لعندي، تعي لشوف يا عمري انتي. نيفين، صاير معك شي مو هيك؟ تخانقت انا وغسان، هو طلع وانا اجيت لعندكم شوي. شوفي ليش تخانقتوا؟ ما قلتي لهم شيء؟ هلا كنت بدي اقول لهم بس اجيتي. احكوا شو في وخلصونا بقى. تعوا اقعدوا. احمد رجع لهم وصار له فتره بالبلد، وبالصدفه طلع موظف بالنقابه يلي تابع للاتحاد تبعنا. ولما العمال يلي تابعين قلنا اضربوا،
رحت لهنيك وأحمد كان هنيك، وبعدين صارت المشاكل وإجت الشرطة وأخذونا على المخفر. وأحمد كمان؟ إيه أخذوا أحمد على هالحظ. طبعا غسان دري وإجا قلي، وعلي دري لأنه كان عندي. ها؟ ورحنا سوا لهنيك، ولما كنا عم نستناها طلعت هي ومع أحمد. علي جن جنانه وغسان مدري شو صار له، وأكيد غسان ما قصر معك بالبيت. في شي ما فهمته علي، شو كان عم بيساوي عندك بالشركة مدري بالمكتب؟ ها علي بلش شغل من اليوم بشركتنا، كيف يعني؟ اصلا بابا كيف اجى لعندكم؟ شو بيعرفني؟ تتذكروا كينان زوج الست سلمى اللي حضرنا عرسه من فترة؟ ايه كينان بيك بلش شغل عنا بالشركة كوكيل لأسهم سلمى خانم، وهو اللي وظف علي. هذا اللي كنت بدي احكي لكم اياه، مو اكثر من هيك. ايه انا لازم اجهز اموري وضب شنطايتي. لوين رايحه؟ بكره رايحه على بورصه امي، عندي شغل. ليكو جبت قزاز وشويه بسكوت، جبت شوكولا التيم كير راجين بتحبها. هات هالشوكولا اللي عندي. بعتذر منك مجد بيك، هدول روجين.